عايزك تعملي في سليم نفس اللي عملتيه في جوز امك. ايوه عايزك تقتلي سليم. انا عايزك تعملي فيه نفس اللي كنت هتعمليه فيا. عايزك تقتلي ادهم. عايز اعرف انت هتقدري تسدي في اللي هطلبه منك ولا لا؟ وانا تحت امرك، ولو في حاجه ما اقدرش اعملها اتعلمها. واللي هيطلب منك هنفذه. في واحدة اسمها مروة. قصدك السكرتيرة اللي كانت بتشتغل عند سليم؟ أنا عايز أعرف هي فين. بعتلك الفلوس يا هدى، ومعاها كل حاجة، كل اللي أنا عملته واشتركت فيه، كل اللي طلعت طلبه مني، كل اللي أخده من سليم بالورق والمستندات. لو جرالي حاجة ما تسكتيش، سلمي اللي بعتهولك للبوليس. بس ليه اصلا ما نكملش؟ يعني ايه؟ يعني نكمل الاتفاق معاه وناخد البرنامج حصري للوكاله بتاعتنا وننزل عليه كل الاعلانات اللي هتيجي بما فيها الاعلانات بتاعت الشركه بتاعتك. ادهم لو كان استمر هنا ما كانش هتجيلنا الفرصه دي ابدا. البرنامج بتاعي كان جايب لوحده 60 مليون اعلانات في السيزون اللي فات. وانا هدولك حصري بال 40% اللي عندك، والباقي يا عم مش عايزه حلال عليك. انا الساحر مدحت. في برنامجي مش هقدم لكم ألعاب سحرية زي كل السحر، لا، أنا هكشف لكم كل أسرار الألعاب السحرية دي. أنا عايزاك توقف البرنامج. إيه؟ ما تكملوش. خطة البرامج الجديدة اللي أنت عملتها وصلت لأدهم. مين اللي اداها له؟ دينا. إيه ده؟ ده اللي كان ستك عليه في تليفون يا فندم. أنا واثق إن حضرتك هتستفيد منه قوي. أنا عايزك كل ما تقع تحت إيدك حاجة زي دي تجيبها لي على طول. اتفضل يا سيدي. إيه ده؟ دي خريطة البرامج بتاعت قناة المهدي اللي سليم عملها أول ما رجع، والبرامج اللي هيشتروها بالاشتراك مع الأي سي بي. أنا سمعت كلامكم وعرفت هو إدالك إيه. أنا مش عايزك تعرفي أي حاجة. خلي اللي بيننا بعيد عن الحاجات دي. أنا قررت أعين حد تاني يبقى مدير القناة هنا. أنت بتطردني يا سليم؟ اقعدي هنا، اشتغلي هنا، المكتب ده احسن. اه بس ده مكتب دينا. ده مكتبك من هنا ورايح، انت هتبقي مديرة القناة. انا؟ ها فكرت؟ وقررت. ايه؟ انا خلاص همضي معاك. الوكالة اللي انت وعادل عاملينها هتبقى الوكالة الاعلانية لقناة المهدي. انا ممكن اساعدك بجزء ما يعديش 50 مليون جنيه قصاد شير من القناة طبعا، ومش هتدخل في الادارة ولا هطلب اي حاجة استثنائية، لكن باقي المبلغ انا مش هقدر عليه. سوري. اتصرف انت يا معلش يا فندم، كان معايا واحد واضطريت والله اقول له ان ماما في المستشفى عشان اعرف اجي. جلال صلاح الدين. بقلب رزقي بقى يا باشا. هو انت اللي قلت لمدحت انه يوقف البرنامج اللي كان بيعمله معايا؟ ما اقدرش اكدب عليك. لعلمك كان مش متضايق ولا يفرق معايا اصلا. امال حضرتك بتسالني ليه؟ انت تقدري تخلي مدحت يعمل اي حاجه مش كده؟ أنا مش بطلب منك أي حاجة، أنا برد لك الجميل. أنت جيتي قبل كده حذرتيني وأنقذت حياتي، وأنا بعمل نفس الحاجة. أدهم هيقتلك. وبيتهيألي إن مفيش قدامك حل غير إنك تخلصي منه قبل ما يقتلك. هو عارف إن أنت اللي جيتي حذرتيني وبوظتي له خطته، ومتأكد كمان بنسبة كبيرة قوي إن أنت اللي ورا المصيبة اللي حصلت له في تانك المية، يعني كنت عايزة تقتليه. طب وإشمعنى دلوقتي بتقول لي الكلام ده؟ لأن هو هيقتلك اليومين دول. هو عايز 10% بتوعك اللي في قناة العهد، هيشتريهم من أبوكي بعد ما يورثك. هيدفع له 100,000 جنيه ولا 150,000 جنيه بالكتير وياخده. هو ضارب معاه صحوبيه اليومين دول وبيروح له تقريبا السجن يوميا، وجاب له محامي كمان. لو عايزه تتاكدي من كلامي ده رقم المحامي، كلميه وتاكدي من كل المعلومات. ولو عايزه نصيحتي، انت عندك فرصه ذهبيه انك ما توسخيش ايديكي. انت تقدري تخلي مدحت يعمل اي حاجه، وبيتهيألي ان مدحت هو الشخص المناسب للمهمه دي.
الو ايا مدحت، وحشتني سالي. لا انت مش بتحلم على فكرة. بقولك ايه، انا عايز اتكلم معاك ضروري. هدي لك عنوان ممكن تجيلي عليه. طب قول. عارف. طيب انا نص ساعة بقى عندك. مستنياك، متتأخرش. مالك؟ ادهم عاوز يقتلني. نعم، بيقول ان انا غيرتك من ناحيته، واني كنت عاوز اقتل يوم الفخرة بتاعت تانك المية. ادهم اللي ممكن يعمل كده؟ طب خد اقرا دول. ايه ده؟ دول 10% اللي كتبهم لي جلال صاحب قناة العهد. عارف كتبهم لي ليه؟ مش عايز اعرف. لا لازم تعرف، لازم تعرف عشان تفهم الوهم اللي في دماغك. انا عارفه ان انت شفتني مع جلال وظنيت فيا ظن وحش. جلال كتب لي 10% دول علشان انت توقف البرنامج اللي بتكشف فيه اسرار ادهم. يعني انت لما جيتي لي عشان تقنعيني ان اوقف البرنامج كان علشان شكلك انت ما يطلعش وحش قدام صاحبك. هي دي كانت نيتي وربنا اللي يعلم. وال10% دول بتوعنا وانت. انا عمري ما كنت اتخيل ان الخير والمعروف يتقابلوا من ادهم بالشر والوساخه دي. بس ربنا كبير وبكره يظهر الحقيقه. بس هو ادهم هيزيكي ليه؟ هو فيه ولا فيه؟ الفلوس بتغير الناس والطمع بيعمل قلوب. انت عارف ال10% دول يعني كام؟ 10 مليون. 10 مليون؟ وادهم مستكترهم علينا وطمعان فيهم. راح لابويا السجن وضرب معاه صحوبيه وجايب له محامي يترفع عنه. عايز يشتري منه نصيبي بعد ما اموت ويورثني، وانت عارف ابويا مدمن، ممكن يبيعهم له ب10,000 جنيه. لو مش مصدقني ادي الكارت بتاع المحامي، هو كلمني. بس ده مش دليل برضه. عندك حق. انا طول عمري ماليش حد، وطول عمري مش مكتوب لي افرح، واللي بحبه مش قادر يصدقني. مش قادر اصدقك ايه بس يا سيلي؟ طب انت عايز ايه وانا اعمله لك؟ تقتله. خلصني منه يا مدحت. خليني اعيش حياتي معاك من غير خوف. خلينا نسافر ونسيب البلد دي كلها. طب ما نسيب البلد ونروح بلد تانية من غير قتل ولا دم. مش هيسيبني في حالي. لو ما جاش هو ورايا هيبعت ورايا حد انا عارفه. عشان خاطري يا مدحت، ارجوك خلصني منه حبيبي عشان خاطري. مبروك يا صاحبي. مبروك ليك انت كمان. شفت المجانين بتوع القناه؟ فاكرين اني ممكن اوصل لحد هنا وما كملش. بقتله ازاي يا سيلي؟ انا كنت عارف ان الطريق ده اخرته مش كويسه لما قال لي انه عايز يقتل اخوه. كنت عارف اننا مش هننتهي بحاجه وفي الاخر خسرنا بعض. بس اقتله؟ انا لو حطيت كل اللي عشناه مع بعض في كف، وفي الكفه التانيه حطيت الشهور اللي فاتوا، ما ينفعش الكفه التانيه تطب قدام سنين عشان خاطر شهرين ثلاثه. ده ادهم يا سيلي. ادهم، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك، ومش عارف لو اختفيتي تاني من حياتي ممكن اعمل ايه. بحبك وعايزك، بس اقتل ادهم. انت عندك استعداد تروح لغايه فين عشان تحقق احلامك؟ ما هو لو اللي انا عايزه ده ما يتحققش الا عن طريق الغلط، فهي اكيد حاجه مش مظبوطه، المفروض اصلا ما اعملهاش. انا هقول لك حاجه، مش عشان اكون برضه ضميري وخلاص او ببرر موقفي. الحياه مش ابيض واسود، مش عمليه حساب وخلاص يعني. ساعات بيبقى لازم تعمل اللي عمرك ما كنت في يوم تتخيل انك تعمله عشان تحقق حلمك. عندك حق، وانا عشت عمري كله بساعدك عشان تحقق حلمك. ولما تحقق، اول حاجه عملتها يا ادهم انك دوست على حلمي وكنت عايز تحرمني منه. واضح ان الموضوع له علاقه بسالي، ما دام انت قاعد ساكت كده ما بتتكلمش. مستنيك انت اللي تتكلم.
هقول ايه؟ ناوي تعمل معاها ايه؟ هتجوزها ازاي ما انت ما اتجوزت؟ مبروك. مش من قلبك يا ده. انت اللي خونتني وبعتني. انت اللي ما استحملتش تسمع لي صوت وتعرف ان ليا رأي في حياتي. كنت عايز نفضل مساعد. افضل ظل الجنان. وحتى بعد ما بعدت عنك مش هين عليك تسيبنا نفرح. نفس اللي عملته في اخوك عايز تعمله مع الانسان الوحيد اللي انا حبيتها. مش مهم انا عايز ايه او هموت اصلا على ايه، المهم انك انت اللي تفضل عايش وغني وعالي. لكن النهارده بقى لازم تموت، لازم تموت عشان حلمنا يتحقق. تموت اقتلك، محتاج ابقى عارف ان مفيش حل تاني. برضه مش قادر اكرهك للدرجه دي. انت تقدر تكرهني وتتمنى موتي، لكن انا ما اقدرش غير اني افضل شايل الجميل وبحاول ارده. انما ترجع تشتغل معايا تاني وامنك على حياتي، سامحني يا ابن استاذي. انت مجرد اداه، يعني مش انت الفاعل ولا حتى صاحب القرار. مستني حد يقولك تعمل ايه وتتصرف ازاي لانك عاجز، وهتفضل طول عمرك صفر على الشمال طول ما انت ماشي وراه. مش عايزك تخرج عن طول. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش عاوز اي حاجه ولا اي حد يبقى اهم منه في حياتك. بفكر في حاجه واحده بس، انك تفضل مدحت المساعد بتاعه اللي بيشيل له حاجته وبيرتب له مواعيده ويظبط له شغله. مدحت اللي مش عاوز يكبر واللي مش ممكن يبص في حته غير لما هو يشاور له عليها. كل كلمه قلتيها لي يا سالي كانت صح. كل مره كنت بتكلميني كانت بتبقى عشان مصلحتي. كل حاجه ماشيه مع بعض مظبوط. صوره واحده واضحه للاعمى، بس انا اللي ما كنتش عايز اشوفها. مش هيسيبني في حالي، لو ما جاش هو ورايا هيبعت ورايا حد. انا عارفه انت هتحلمي ارجوك، خلصني منه. حبيبك وانت روحي يا سالي. واللي بيحب بجد لازم يبقى عنده استعداد انه يعمل المستحيل عشان حبيبته. انا هعمل اللي مفيش حد في الدنيا ممكن يعمله عشان، وهعوضك عن كل مره حد ضايقك ولا لعب بيكي ولا اذاكي. انا هنسيك اي حاجه وحشه، وهثبت لك اني راجل. هخليكي ما تشوفيش غيري ولا تبقى عايزه تسمعي غير صوتي. هبقى كل دنيتك زي ما انت كل حاجه في حياتي. اقتله؟ هو اللي خان، وهو اللي باع، وهو اللي حفر قبره بايده لما حاول يحرمني منك. هو اللي قتل نفسه. انا مجرد اداه. مساء الفل يا دولي. ازيك يا عباس؟ فنعم يا دولي. مدحت بيسال عليك. مش فاهم. سال عليا يعني عايز اطمن على صحتي يعني؟ عايز يعرف مكانك من غير ما حد يعرف. انت عارف قرابته سعيد حلاوتهم، فاكر ان هو ممكن يقول حاجه لسعيد وسعيد يكتم وما يقوليش. دله ها؟ اوصف له مكاني. انا خايف البيت سالي دي تلعب بدماغه، دي بيت واطيه وانا عارف الاشكال دي كويس يا دولي. ما هي لعبت بدماغه من زمان. انا عارف. طب ما نبعد عن الشر يا دولي. هو مدحت شر؟ مش فاهم. يعز عليا قوي انك اتكلم على مدحت على انه عدو. انا اللي تهمني مصلحتك، وانا عارف ان انتوا اكتر من الاخوات. وانت كمان هتعرف تتعامل معاه ازاي، انت قادره. هو تلاقيه متلطم دلوقتي. تلاقيه فهم وعارف انها مقلب، وان انا لما كنت ببعده عنها ده بس عشان مصلحته. بنت زي دي تلاقيها لففته حوالين نفسه ونزلته على فشوش. يعني ايه؟ يعني هو محتاجني يا عباس، محتاجني. وانا عارف كويس قوي اني هعرف اظبط له دماغه وارجعه لحاله. اوصف له مكاني. We'll be right back.
مستني ايه؟ اقولك اقتلني وانت بص في عيني احسن. اقتلني وانا شايفك وانت شايفني. انا حتى مش هدافع عن نفسي. انا مش جاي اقتلك. امال دخلت تتسحب زي الحرامية وماسك سكينة في ايدك ليه؟ انا مش عارف افكر. لا انت فكرت وقررت وخططت كويس. انت سألت عليا وقطرتني وعرفت مكاني ورحت اشتريت سكينة ودخلت البيت، مش ناقص غير انك تنفذ وبس. اتفضل. تحب اساعدك؟ ولا انت ابتديت تفوق وتفكر وتحس ان الوسخة اللي وزيتك عليا اللي مجرجرك وراها بسلسلة زي الكلب ممكن تكون بتكذب وبتشتغلك؟ ما تجيبش السيرتها. كمل. اديني بساعدك اهو. يلا قتلني بقى وانت شايفني كده عشان اخر مرة تشوفني فيها وانا غرقان في دمي على ايدك. عشان افضل عايش جواك وانت بتموت كل يوم. مش قادر؟ يبقى غرف الستين ده تاخدك ومتورينيش وشك تاني. وانا هفضل حاطط صورة ابوك قدامي واعتبر ان احنا كده خلصين. واعتبر ان انا مش شفتكش قبل كده في حياتي. غور! صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. طلبتيني؟ كان في مشكلة كده هتحصل بس أنا لحقتها قبل ما سليم يعرف. خير؟ مشكلة إيه؟ علي المخرج. ماله علي؟ هو أنت اديتيله أجازة؟ آه. ودي مشكلة ليه؟ مشكلة إنك اديتيله أجازة في نفس الوقت اللي أدهم كان بيعمل البرنامج بتاعه الجديد في قناة العهد. يعني علي راح واشتغل مع أدهم وأخرج له الحلقة الأولانية. طبعاً راح من ورانا. هي دي مش مشكلة بس لو سليم عارف هتبقى كارثة وهيطربقها علينا. اوكي بس انا مش مسؤولة. هتقوليلي بس المشكلة ان سليم مش في حالته الطبيعية ولو عارف ان حد من عندنا راح اخرج لأدهم البرنامج هتبقى مشكلة. طب انا هعمل ايه؟ ما تقلقيش. الورق ده كان داخله بالغلط بس انا لحقته. ميرسي قوي يا سارة. مش عارفة اقولك ايه. ولا يهمك حبيبتي. بالمرة بقى بدل انت هنا عاوزين ناخد قرار في حاجة مهمة. أموريني. عاوزين نقلل أجور العاملين في التنفيذ بنسبة 25%. مش ممكن. هيمشوا. ما اعتقدش. احنا ما عندناش فلوس. طيب بس احنا لازم نقول لسليم بيه علشان يعرف ان في حد من عندنا في التنفيذ راح اشتغل مع أدهم واحنا ادينا له أجازة. اوكي بس انا بقولك انهم ممكن يعملوا اضراب زي المرة اللي فاتت. ما تقلقيش هتبقى غلطتي وانا اللي هتحمل النتيجة. اللي تشوفيه. القرار جاهز اهو ومامضي عليه. انا مش فاهم. هو انت خليت ادم وجلال يدفعولك؟ هو في قناة بتدفع للوكيل الاعلاني؟ لا دي كيس مختلفة شوية. يعني في معلن كان هيدفع 300 مليون والوكالة هتاخد 150 مليون. انا اشترطت بقى ان الدافع يعني يبقى مقدم ودفعة واحدة. ادي كل الحكاية وهم يتصرفوا مع المعلن. وبعدين دي اهم صفقة عملها جلال صلاح الدين في حياته المهنية. وبعدين هم دفعوا حاجة. ده المعلن اداهم الشيك دخل في حسابي كل اللي دفعوه 10-15 مليون زيادة. يعني مش مبلغ يعني. واللي بياخده دلوقتي جلال اكتر بكتير من اللي دفع. وبعدين انت بتلمح ليه؟ انت فاكرني يعني ان انا ضحكت عليهم؟ خلاص بقى طلعت. مش كل حاجه هقولها هتمسك فيها وتفهمها غلط. اصل الاتفاق اللي تم بيني وبينهم ده كانت له ظروف وملابسات خاصه جدا. السوق ما كانش فيه معلن واحد بس وده طبعا كان بسبب سعادتك والاي سي بي. عموما انا ماليش دعوه بالكلام ده. خلينا في المهم. انا سالت على موضوع القانون اللي انت قلت لي عليه وقلت ان فعلا في مشكله واحتمال كبير العقد اللي بيننا وبين الاي سي بي يعرضنا لكارثه. بس ده مش معناه اني هبيع بالرخيص. انت عارف كويس قوي يا طلعت انت هتشتري ايه. اكيد. طيب اتفضل ادي العقد بتاع الاي سي بي اهو. هات يا سيدي هات. شوف بقى ازاي هتخلصنا منه. تقلقش وانا هاخد منك 200 مليون قصاد انك تبقى الوكيل الحصري لمده سنه. لا 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 ده كده كتير قوي. كتير ايه؟ يعني انا مثلا لو كلمت كل الوكالات التانية وعملت مزاد مش هاخد اكتر من المبلغ ده؟ ايوه بس مين في الوكالات التانية هيطلعك من المطب ده؟ شفت بقى اهو انت دلوقتي بتخلط بين شغلتك الاساسية كمحامي
وبين مصلحتك الشخصيه كواحد عايز يبقى الوكيل الاعلاني للقناه. بقول لك ايه، خلينا حبايب احسن. ما تقفش طيب بس كده، احنا لسه بنتفاوض. هنتفاوض على ايه؟ انت عارف كويس قوي ان انا مش بتاع فصال، وبعدين انا ممكن اطلع لك ورقه وقلم دلوقتي حالا واحسب لك بالمليم انت هتكسب كام. ده انت في 6 اشهر يا راجل هتاخد 200 مليون دول. طب سهل في طريقه الدفع. تاخد منك 50% والباقي على سنه. ماشي كده؟ ماشي. الو مستر هيورد، ازيك عامل ايه؟ تمام، كله تمام. تمام. اسمع بقى يا سيدي، انا في عرض قدامي كويس جدا عايز اقدمه لك، وهيخلينا كلنا نكسب. اهلا اهلا يا زكريا بيه. اهلا بحضرتك. تشرب ايه؟ شربت ومستعجل جدا وعندي اخبار ما تستناش. خير؟ سليم هيمضي مع طلعت. جميل. بس بالشكل ده القناه وفقا للقانون والعقد اللي بيننا هيبقى من حقنا نبيعها لاي حد. لاي حد؟ ما انا جاي لحضرتك يا فندم، في شويه اسباب كده تخلينا مستعجلين جدا على الموضوع ده. قصدك قبل ما طلعت يكسب القضيه ضدكم وتبدا القناه بتاعت سليم، فانتوا عايزين تخلعوا والبس معاها انا بقى. مش هيحصل يا هاني، طلعت مش هيرفع قضيه على القناه ولا اي حاجه. طلعت اساسا هيبقى الوكيل الاعلاني بتاع القناه، واحنا هنختفي من الصوره تماما. اليومين دول في شويه قوانين كده بتتطبخ في البلد وهتضرنا في المستقبل، فاحنا عايزين نخرج من الموقف ده باقل قدر ممكن من الخسائر. قصدك باكبر قدر من المكاسب؟ فليكن. احنا هنعرض القناه ب 430 مليون، ده كلام نهائي مفيش تفاوض فيه. وسليم؟ سليم اخذ مننا فلوس وهياخد من طلعت 100 مليون. كده يا زكريا بيه، القناه بقى ثمنها اكتر من 500 مليون جنيه، وانت عارف ان انا مش هاخد حاجه من طلعت. لا، في 100 مليون هتدفع لك من وكاله طلعت بس على سنه. يعني انا ادير القناه وانتج واصرف 100 مليون ليه؟ يعني هنمشيها بالمحبه؟ خبرتك يا سلمى هانم وعلاقاتك اهم بكتير من الفلوس. هتلاقيها مشيت تصدقيني. وبعدين انا للاسف ما عنديش اي صلاحات التفاوض، دي اخر حاجه ممكن نتكلم فيها. ماشي. المستشار طلعت بكره هيمضي مع سليم، يوم الخميس هننتظر سيادتك. يوم الخميس هتجيلي انت لغايه هنا؟ حاضر. مبروك عليك القرية يا أستاذ فهد. الله يبارك في حضرتك يا فندم، الله يبارك فيك. أنت كنت حاطط عليها عينك بقالك سنين؟ هي جنب قريتي وحضرتك عارفة بقى. ربنا يعينك. الله يبارك فيك، متشكر جدا. خسارة والله. قرية زي دي تتباع بالسعر ده؟ 320 مليون كاش مش قليل. لا طبعاً قليل. أنت لو كنت بعت الشاليهات لوحدها والفيلات لوحدها قطاعي زي ما بيقولوا كان طلع لك مكسب أكتر. أنا ماليش في الكلام ده. أنا بعت القرية عشان أشتري حاجة بتكسب أكتر، وبفهم فيها وفي إدارتها كمان. ربنا يوفقك. ماشي. طب هتديني الفلوس اللي قلت لي عليها؟ أنا هديلك 50 مليون قصاد شير في القناة زي ما اتفقنا. ماشي يا سيدي، إحنا عرفنا إني بشحت منك ومن زمان كمان. بس أنا عايزة 50 مليون زيادة على 50 مليون اللي وعدتني بيهم. أنا مش هدفع ولا مليم زيادة غير اللي قلت لك عليه. أنا كلمتي واحدة. وبعدين أنت عايزة فلوس، طب ما تبيعي الفيلتين بتوع التجمع. ما يجيبوش. طيب بيع عليهم الفيلا دي. على فكرة يجيبوا لك رقم كويس قوي. ما أنا بفكر أعمل كده. أوكي. وأنا أشتريهم منك. قلت إيه؟ مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل، ادي العقد وادي الشيك. شكرا. طبعا يا طلعت انا مش محتاج اقول لك، اي كلمه تتسرب عن اللي بيحصل بيننا ده للصحافه هتبقى مشكله، هتبقى مصيبه، هتضرني وهتضرك. العقد اللي بيننا وبين الاي سي بي يسمح لهم انهم يبيعوا القناه،
وساعتها ما تكملش ما تكملش. انا حافظ العقد كويس قوي وممكن اسمحهولك. انا مش عايزك تقلق خالص من موضوع الاي سي بي، انا حليته. وبعدين احنا ملناش مصلحه ان احنا نعمل اي مشاكل، هنضر نفسنا يعني؟ معقول؟ مبروك علينا. الله يبارك فيك. ألف مليون مبروك يا سلمى هاني. ميرسي، الله يبارك فيك. كده حضرتك بقيتي وبصفة رسمية الملكة لقناة المهدي. وأخيرا، بس فاضل حاجة بسيطة عشان أحس الموضوع تاني. يا ترى إيه هي يا سلمى هاني؟ أنا هعمل حفلة كبيرة في القناة على آخر الأسبوع اللي جاي، وعايزاكوا تحضروا. هنزل أخبار في الجرايد من بكرة. بس سليم إيه؟ سليم إيه؟ سليم ده خلاص من بكرة هيبقى بيلم في حاجته وبيفضي في مكتبه.